8 صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القادة الأفارقة يؤكدون أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في إنهاء النزاع في أوكرانيا. بلينكن يطمئن رئيس النايجر أنه يمكنه الاعتماد على دعم ثابت للولايات المتحدة. واشنطن تكشف عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان ب 345 مليون دولار. أهلا بكم. والبداية مع ملف القمة الروسية الأفريقية التي اختتمت فعالياتها في سانت بطرسبرغ. أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للبحث عن سبل لتسوية سليمة للأزمة مع أوكرانيا، وأكد في لقاء مع القادة الأفارقة على هامش قمة الأفريقية الروسية الثانية في سانت بطرسبرغ بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موسكو لم تفرض أبدا المفاوضات ومستعدة لمواصلة الحوار بشأن الأزمة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن القادة أكدوا أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، وأشار إلى أنه تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمة، وأعرب في كلمته باليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية عن أمله في التوصل إلى حل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب. ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الأفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وأنني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، وهذا حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. قال الرئيس المصري إن الدول الأفريقية تنشد السلم والأمن الدوليين وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، وأكد أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة يتعين أن تتأسس على أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والحفاظ على السيادة الدولي ووحدة أراضيها. أولا، إن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانيا، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم
يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. من جانبه قال غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي إن الرئيس الروسي بوتين أكد مساعدة أفريقيا مجانا في ملف الحبوب، وأضاف أن بوتين أكد أن هناك حلولا لوقف إطلاق النار في الحرب، مشيرا إلى قيام الاتحاد الأفريقي بمهمة الوساطة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. نحن ناقشنا الكثير من القضايا التي أشار إليها فخامة الرئيس، أشير إلى أن روسيا مستعدة لدعمنا في التعليم، في تدريب الكوادر والكفاءات، لأننا بالحاجة إلى الكوادر المهيئة ومؤهلة. جميع الدول الإفريقية أرسلت طلباتها لتلقي العلوم في روسيا، فهؤلاء الكوادر يعملون الآن في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي. سنسير إلى الأمام جنبا إلى جانب مع روسيا، ونعرف أنه لدى روسيا قدرات جيدة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدول الغربية حاولت إيجاد عالم أحادي القطب في ظل مواجهة عالم جديد يرتكز على تعددية الأقطاب. وأكدت زاخاروفا في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أن أفريقيا وروسيا لديهما حضارات مشتركة، ويمكن تبادل الأنشطة والأهداف بينهما بما لديهما من قدرات لتحقيق مصالح شعوبهما. السيدة زاخاروفا المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، مرحبا بك بقناة القاهرة الإخبارية. شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم بالقمة الروسية الإفريقية، ومرحبا بكم في روسيا، وأتمنى أن يكون لكم ما يكفي من الوقت لزيارة مختلف الأماكن في المدينة، حيث أنها تعد مركزا ثقافيا وتاريخيا رائعا. شكرا لكم مرة أخرى. وفي البداية أود أن أسألكم بشأن التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، وما أهمية عقد هذه القمة للشعوب الإفريقية؟ First of all, we are facing new world. We said goodbye to the bipolar world. في البداية نحن في مواجهة عالم جديد، حيث نقول وداعا للعالم ثنائي القطب، ولم يكن هناك على الإطلاق عالم أحادي القطب، لأن ذلك أمر مستحيل. لقد حاولت بعض دول الغرب إيجاد عالم أحادي القطب، ولكن لسوء الحظ أو لحسن الحظ لم يتحقق ذلك أبدا. وبذلك نحن في مواجهة عالم جديد الذي سوف يرتكز على تعددية الأقطاب. سوف يكون هناك عديد من مراكز القوى الإقليمية والدولية ومختلف مصادر القوى والأنشطة المختلفة كذلك، والاقتصادات والقوى الاقتصادية والتنمية أيضا. هذه الإجراءات سوف تشكل عالم جديد وليس اصطناعيا، سوف ترتكز على عدد من العوامل، الاقتصاد والموارد والمدنية وكذلك. وبناء على ذلك فإن أفريقيا وروسيا نحن كلانا لسنا في نفس المنطقة، ولكن لدينا حضارات مشتركة، وبناء على هذا يمكن تبادل القدرات بين روسيا وأفريقيا وكافة الأهداف والأنشطة من أجل الإحراز التقدم وتحقيق كافة القدرات والأهداف لمصالح بلادنا وشعوبنا. Realize the potential in the interest of our nations and our people. لقد قمتم بالإعداد الجيد لعقد هذه القمة، والسيد لافروف زار بعض الدول الإفريقية. لقد كانت هناك كثير من الزيارات المتعددة خلال العام، حيث زار عديد من الدول في هذا العام وبعض الدول الأوروبية كذلك. لقد كان
له كثير من الزيارات والرحلات المتعددة كوزيرا للخارجية، والسيد لافروف ونائبه كانوا دائما دؤوبين على وضع الأولوية لإفريقيا في علاقاتها مع روسيا. كما ذكرت من قبل، الأمر لا يتعلق فقط بمهمة يجب تحقيقها اليوم، ولكن لأن هناك كثير من الأزمات مع الغرب، وهذا ما نعتبره عداء غربيا ضد روسيا، ولكن لأنها إفريقيا أحد أقطاب العالم فيما يتعلق بالقوة والقدرات والوجهات النظر وكافة القدرات والإمكانيات. لابد من بناء علاقة متطورة وودية. ففي الماضي كان الاتحاد السوفيتي يدعم بعض الدول الإفريقية في كفاحها من أجل الحصول على الاستقلال، والاتحاد السوفيتي أيضا اتخذ كثير من الخطوات في هذا الشأن، وكان ذلك في الماضي. وقد رأينا كيف أن الشعوب الإفريقية ممتنة للشعب الروسي لهذا الدعم، ولكن لابد من تحقيق المزيد من التقدم، لأن هناك الكثير من المهام الإضافية والمستقبلية بناء على دعم تلك العلاقات المتطورة وعلى أسس راسخة ومع التفاهم المشترك واحترام متبادل، وهذا يمكنه دعم المزيد من القدرات والإمكانيات لصالح تحفيز هذه الإجراءات. بالطبع كانت هناك زيارات متعددة ومتكررة من جانب السيد الوزير لافروف إلى عدد من الدول الإفريقية ومصر. ماذا بشأن التعاون بين مصر وروسيا في الماضي وما هو المتوقع للمستقبل؟ هناك كثير من المصالح والاهتمامات المشتركة بين مصر وروسيا على المستوى الإقليمي والدولي أيضا. فمصر تتطور وتنمو بشكل سريع، فمصر لديها اقتصاد يتنامى سريعا أيضا، ولدينا كثير من القطاعات والمجالات التي يمكن أن ننمي فيها التعاون وإنشاء المزيد من المشروعات، بالإضافة إلى إحراز التقدم بشكل متسارع. الشعب الروسي يحب ويعلم تماما الشعب المصري منذ القدم، واليوم هناك كثير من التبادل السياحي، لدينا كثير من السياح الروس في مصر ومصر تعلم ذلك تماما، فبالتالي هناك كثير من الإمكانات والمجالات للتعاون في المجال الأمني والعسكري أيضا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذا اللقاء السريع، ومرحبا بكم في أي وقت. شكرا مرة أخرى، ننتظر زيارتكم مرة أخرى لروسيا. نحن دائما نفتح أبوابنا وقلوبنا لكم. شكرا جزيلا، أنا على دراية أن برنامج وجدول أعمالكم مزدحم. والآن إلى تطورات الأزمة السياسية الأوكرانية. بدأت القوات الأوكرانية عمليات تطهير في قرية ستارو مايورسكا جنوب شرقي البلاد بعد استعدادها من القوات الروسية. ونشر حساب على تيليجرام تابع للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي جنودا يحتفلون بالسيطرة على ستارو مايورسكا الواقعة إلى الجنوب من مجموعة من البلدات الصغيرة التي استعادتها أوكرانيا على طول نهر موكريالي خلال هجومها المضاد على القوات الروسية. وقال قالت كييف إن قواتها تضغط في حملاتها لاختراق المواقع الدفاعية وتأمين القرى الواقعة في الاتجاه الجنوبي ومناطق حول مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا منذ مايو الماضي.
شن جنود أوكرانيون هجوما على مواقع روسية بالقرب من مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حانا ماليار إن قوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا بالقرب من باخموت، مشيرة إلى أن القتال مستمر بالقرب من بلدة كليشيفكا وقرى أخرى. أفاد حاكم منطقة روستوف الروسية بإصابة 15 شخصا في انفجار وقع بجوار مقهى في وسط مدينة تاغانروغ الواقعة قرب الحدود الجنوبية الروسية الأوكرانية. ونقلت وسائل إعلام روسية أن حاكم منطقة روستوف الروسية قوله إن الانفجار في تاغانروغ قد يكون ناجما عن إطلاق صاروخ. تشكل مدينة أوديسا الأوكرانية وميناؤها أهمية استراتيجية لروسيا لكونها الرئة الاقتصادية لكييف، وبررت موسكو استهدافها أوديسا خلال الأيام الأخيرة بأنه يأتي ردا على تفجير جسر القرم. لؤلؤة البحر الأسود، هكذا تعرف مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية. تلك المدينة التاريخية هي الشريان الحيوي لاقتصاد أوكرانيا ومن أهم مواني تصدير الحبوب للعالم. وقبل الحرب كانت تنطلق الصادرات الرئيسية مثل الذرة والحبوب والمعادن من أوديسا، كما تسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ووصفها البعض بالرئة الاقتصادية لأوكرانيا. ورغم رمزية ميناء أوديسا في الثقافة والتاريخ الروسي، إلا أن القصف المكثف الذي استهدف الميناء على مدى 10 أيام متتالية أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الإصرار من جانب روسيا على محوه. موسكو تقول إن قصفها ميناء أوديسا خلال الفترة الماضية يأتي كرد على تفجير جسر القرم الذي يربط روسيا وشبه الجزيرة منتصف يوليو الماضي، وحملت أوكرانيا المسؤولية عنه. وبعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بات ميناء أوديسا هدفاً عسكرياً لها. ووفقاً لخبراء عسكريين أوكران، فإن موسكو تسعى إلى خنق اقتصاد كييف عبر تدمير أوديسا، الذي تعد مركزاً لتصدير نحو 70% من التجارة البحرية الأوكرانية، كما أن السيطرة على كل من المدينة والميناء سيزيد من النفوذ الروسي في ساحة الحرب. ومع وجود قوات موالية لموسكو في منطقة ترانسنستريا الانفصالية الممتدة على طول الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا، يقول الخبراء العسكريون إن هذا الأمر سيمكن روسيا من محاصرة أوديسا والسيطرة عليها. الأهمية التي تكتسبها أوديسا في مسار الحرب جعلها بمثابة الجائزة الكبرى، فالسيطرة عليها تعني فصل أوكرانيا عن البحر الأسود وتعد مكسباً استراتيجياً لروسيا. كشف تقرير للاستخبارات الأمريكية أن الصين تزود روسيا بتكنولوجيا عسكرية ومعدات بالغة الأهمية وذات أغراض مزدوجة لاستخدامها في أوكرانيا. وذكر التقرير الذي أصدره نواب ديمقراطيون أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين ساعدت على الحد من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. في وقت دأبت فيه الصين على نفي إرسال عتاد عسكري إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كشف تقرير للمخابرات الأمريكية أن بكين تساعد موسكو على تفادي العقوبات الغربية وتزودها على الأرجح بتكنولوجيا عسكرية ذات استخدام مزدوج لاستخدامها في أوكرانيا. تقرير أجراه مكتب مدير المخابرات الأمريكية وأصدرته اللجنة الدائمة للمخابرات بمجلس النواب بعد رفع السرية عنه، جاء فيه أن جمهورية الصين الشعبية تقدم بعض التكنولوجيا المزدوجة التي يستخدمها جيش موسكو لمواصلة عمليته في أوكرانيا على الرغم من الطوق الدولي للعقوبات وقيود التصدير. وأظهرت سجلات الجمارك التي عرضها التقرير أن شركات الدفاع المملوكة للصين تشحن معدات ملاحة وتقنيات تشويش وقطع غيار طائرات مقاتلة لشركات الدفاع الروسية المملوكة للدولة. بكين التي وصفتها المخابرات الأمريكية في تقريرها بالشريك الأكثر حيوية لموسكو
زادت حصة تجارتها الثنائية مع روسيا التي يجري تسويتها باليوان الصيني، فيما تعمل المؤسسات المالية في البلدين على توسيع استخدامهما لأنظمة الدفع المحلية. تقرير المخابرات الأمريكية جاء بعد يومين من كشف مجلة بوليتيكو التي مقرها واشنطن عن أن الصين ترسل معدات حماية تكفي لتجهيز العديد من المقاتلين الذين حشدتهم روسيا، إلى جانب طائرات مسيرة يمكن استخدامها لتوجيه نيران المدفعية أو إسقاط القنابل اليدوية، فضلاً عن معدات رؤية حرارية للاستهداف الليلي. بوليتيكو اعتبرت أن هذه الشحنات تشير إلى ثغرة كبيرة في محاولات الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية، وأن بيع ما يسمى تكنولوجيا الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية يترك ما يكفي من الإنكار للسلطات الغربية التي تبحث عن أسباب لعدم مواجهة قوة اقتصادية ضخمة مثل بكين. صوت المشرعون في بولندا بالموافقة على قانون معدل حول النفوذ الروسي وتأثيراته التي يعتقد أنها تستهدف المعارضة وتنتقدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصوت 214 نائبا من أصل 235 في مجلس النواب البولندي لصالح القانون المعدل، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت ورفض نقد مجلس الشيوخ على مشروع القانون. في خطوة تنتقدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صوت المشرعون في بولندا بالموافقة على قانون معدل، لكنه مثير للانقسام بشأن التأثيرات الروسية التي يعتقد أنها تستهدف المعارضة. قانون اقترحه حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا في مايو الماضي، يرى منتقدوه أنه يستهدف في المقام الأول زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق دونالد توسك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الخريف المقبل. وبعد سلسلة من الانتقادات، اقترح الرئيس أندري دودا تعديلات عاجلة على القانون لتخفيف حدته. 214 مشرعا بولنديا من أصل 235 صوتوا لصالح القانون المعدل، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت لرفض نقد مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي عدله دودا، فيما لم يتبقى فقط غير توقيعه ليكون ساريا المفعول. ويدعو مشروع القانون المعدل إلى تشكيل لجنة للتحقق فيما إذا كان السياسيون قد اتخذوا بين عامي 2007 و 2022 قرارات تحت تأثير روسيا يمكن أن تهدد أمن بولندا، ما جعل دودا يعتبر مشروع القانون الجديد أنه ضروري من أجل الشفافية ولمنع روسيا من التأثير على استقرار وارسو في المستقبل. وتتهم منظمة القانون والعدالة توسك بأنه كان ودودا للغاية مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين كرئيس للوزراء بين عامي 2007 و2014، وجعل صفقات الغاز مواتية لموسكو قبل أن يذهب إلى بروكسل ليكون رئيسا للمجلس الأوروبي حتى عام 2019. وتدعم بولندا جارتها أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وتزود كييف بالأسلحة والمساعدات الإنسانية والدعم السياسي، ما أثار ردود فعل قاسية من موسكو. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا لرئيس النيجر الذي تم الإطاحة به محمد بازوم، وأكد بلينكن لبازوم أنه يمكنه الاعتماد على الدعم الثابت للولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري في النيجر، مشيدا بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس في منطقة غرب أفريقيا. في باريس، أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اليوم اجتماعا دفاعيا بشأن التطورات في النيجر. وكان ماكرون دان الأحداث الأخيرة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، ووصف الرئيس الفرنسي تلك التطورات بالخطيرة على منطقة الساحل.
وعلى صعيد متصل، أدان مجلس الأمن ما وصفه بالمساعي الرامية لتغيير السلطة في النيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم، كما أعرب عن قلق أعضائه إزاء التأثير السلبي للتغييرات في النيجر بالمنطقة. وفي الأثناء أكد مدير برنامج الغذاء العالمي في النيجر جان ويل أن الاستجابة الإنسانية على الأرض مستمرة ولم تتوقف منذ الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، وقال إن فرق البرنامج الأممي قادرة على الوصول إلى المناطق الخطرة والمستضعفين من السكان في النيجر. تستمر الاستجابة الإنسانية على الأرض ولم تتوقف أبدا منذ وقوع الأحداث في النيجر، لذلك نحن قادرون على الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر والمستضعفين من السكان. فيما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي، فإننا نقدم المساعدة المالية والمساعدات الغذائية، ونقوم بتقييم الوضع باستمرار لضمان إمكانية الوصول. وموظفو الأمم المتحدة وموظفو برنامج الأغذية العالمي آمنون وشركاؤنا آمنون، وفقط في حالة واجهنا مشكلة أمنية فسنعلق مؤقتا عمليات معينة في مناطق معينة، ولكن ليس هذا هو الحال في مناطقنا. تواصل الأمم المتحدة تقديم مساعداتها في النيجر على الرغم من تأكيد مسؤوليها أنهم لم يجروا أي اتصال بالجيش بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. ودعت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة في النيجر نيكول كواسي إلى الإفراج عن رئيس النيجر المنتخب. لا نتواصل مع الجيش. نحن كما ذكرنا قبل أي شيء نؤيد نداء الأمم المتحدة بإدانة الانقلاب. فيما يتعلق بمعلومات الرئيس التي لدينا من مكتبنا السياسي، يبدو أنه في منزله وبخير، لكننا نكرر نداء الأمين العام من حيث الحذر وضرورة الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن ودون شروط. الوضع في البلاد هادئ جداً، ونحن نراقب كل المواقف. لا حوادث تتعلق لا بالموظفين ولا بمكاتبنا. يجتمع قادة دول غرب أفريقيا الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد الإطاحة برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم. وأعلنت الرئاسة النيجيرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن القادة أو قادة المجموعة سيجتمعون في أبوجا لبحث تداعيات الأزمة المشتعلة في النيجر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع في السودان تسببت في أزمة صحية لنحو 3,400,000 مواطن أجبروا على الفرار إلى بر الأمن سواء داخل البلاد أو عبر حدودها. وأفادت المنظمة في تقرير لها بأن الأوضاع الصحية في السودان بلغت مستويات خطيرة للغاية، مضيفة أن أكثر من ثلثي المستشفيات لا يزال خارج الخدمة وسط ازدياد التقارير عن وقوع هجمات على المرافق الصحية. وأشارت المنظمة إلى أنها تحققت حتى الآن من وقوع 51 هجوما على المرافق الصحية. وصل جون غودفري السفير الأمريكي بالخرطوم إلى جدة لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني ودعم السريع. وأكد غودفري أن الجيش ودعم السريع لا يمكنهما فرض إملاءات على مستقبل السودان. وشدد السفير الأمريكي على أن بلاده لا تزال منخرطة بعمق مع الأطراف في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل. تعليق مناورات أسترالية أمريكية بعد تحطم مروحية وفقدان طاقمها.
أهلا بكم مجددا. حثت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة على التوقف عن إثارة التوترات حول تايوان، وجددت معارضة بكين لبيع واشنطن أسلحة لتايبي. يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لتايوان ب 345 مليون دولار. وتأتي المساعدات في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها الصين ضد تايوان خلال الفترة الماضية، وكانت تايوان قد أجرت مباحثات مع واشنطن من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار، وهذا لتعويض تأخر حصولها على الأسلحة من حليفتها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية. يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن كل من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في قمة تنعقد في 18 أغسطس. وأوضح بيان للبيت الأبيض أن قمة ستنعقد في منتجع كامب ديفيد وتناقش تهديد كوريا الشمالية والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تعهد زعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بتطوير العلاقات مع الصين والوصول بها إلى أفاق جديدة، وجدد خلال لقائه الوفد الصيني الذي شارك في الاحتفال بالذكرى 70 لانتهاء الحرب الكورية على موقف ثابت في التعامل مع الوضع الدولي المعقد. وكان الوفد الصيني حضر عرضا عسكريا في بيونغ يانغ تم خلاله استعراض أحدث الصواريخ ذات القدرات النووية والطائرات المسيرة لكوريا الشمالية. استنكرت الخارجية الصينية ما ورد في كتاب الأبيض الجديد للدفاع الياباني بشأن أنشطة بكين في المنطقة، مؤكدة أنه يعد تدخلا في شؤونها الداخلية ويخلق توترا في المنطقة. وأشار كتاب الدفاع الياباني إلى أن موقف الصين الخارجي أصبح مصدر قلق جاد لليابان والمجتمع الدولي ويشكل تحديا استراتيجيا غير مسبوق. في تقريرها الدفاعي السنوي الذي تنشره تحت عنوان الكتاب الأبيض، سلطت اليابان الضوء على الأنشطة الصينية في المنطقة وتنامي علاقاتها العسكرية مع روسيا. طوكيو وصفت التحليق المتكرر للقاذفات الروسية والصينية والملاحة المشتركة للسفن الحربية لكلا البلدين بأنه استعراض واضح للقوة. وللمرة الأولى اعتبر التقرير أن الصين تمثل تحدياً استراتيجياً غير مسبوق، وأن سياستها الخارجية وأنشطتها العسكرية مصدر قلق شديد لليابان والمجتمع الدولي. ووفقاً للتقارير، فإن بحلول عام 2035 ستمتلك الصين 1500 رأس نووي لتصبح متفوقة عسكريا على تايوان على نحو متزايد. الورقة الدفاعية اليابانية اعتبرتها الصين تدخلا في شؤونها الداخلية، قائلة إن الكتاب الأبيض يثير توترا في المنطقة. تهديدات كوريا الشمالية كانت حاضرة بقوة في تقرير اليابان الدفاعي، حيث أشار إلى أن التقدم السريع لبيونغ يانغ في تطوير أسلحتها النووية والصاروخية يشكل تهديداً خطيراً للغاية ووشيكاً أكثر من أي وقت مضى على اليابان. الكتاب الأبيض هذا العام المؤلف من 510 صفحات هو الوثيقة الأولى في إطار التحديث الذي أجرته اليابان على استراتيجيتها للأمن القومي في ديسمبر الماضي، وخلص في أحدث إصداراته إلى أن البيئة الأمنية الحالية هي الأسوأ والأكثر تعقيداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. علقت أستراليا والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة بعد تحطم طائرة مروحية أسترالية قبالة ساحل ولاية كوينزلاند. وكان وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس رجح احتمالية مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند. وأضاف لم يتم العثور على طاقم الطائرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة.
أنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل الإسبانية 40 مهاجرا قبالة جزر الكناري ونقلتهم إلى ميناء في جزيرة غران كاناريا. وقال خفر السواحل إن المهاجرين من أصول جنوب الصحراء كانوا يسافرون على بعد 5 أميال جنوب الجزيرة. وأصبحت جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب أفريقيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، مع عدد أقل بكثير يسعون أيضا لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى البر الرئيسي الإسباني. هدأت نيران حرائق الغابات في اليونان بعد اشتعالها قرابة الأسبوعين، وسط جهود تبذلها خدمات طوارئ لمنع اندلاع حرائق جديدة في وسط البلاد، حيث فر الكثيرون من انفجارات هائلة وقعت في مستودع للذخيرة الخميس. وأسفرت الحرائق التي أججتها ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح القوية عن مصرع 5 أشخاص وتدمير منازل ومزارع وعدد من المصانع، فضلا عن التهام مساحات شاسعة من الغابات. ومن جانبه وجه وزير الدفاع اليوناني نيكوس دانديس بإجراء تحقيق في الحادث. قال ممثل فرنسا إن وزراء البيئة من دول مجموعة 20 فشلوا في الاتفاق على ذروة الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025 وغيرها من القضايا الحاسمة لمعالجة أزمة المناخ العالمية واستخدام الطاقة المتجددة. وكان وزراء البيئة في مجموعة 20 خلال اجتماعهم في الهند بذلوا جهدا لإبرام اتفاقيات لمكافحة التغير المناخي، وذلك بعد أيام من تعرضهم لانتقادات شديدة إثر عدم توصلهم لاتفاق بشأن الاستغناء تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري. يشهد مهرجان العالمين الجديد إقبالا جماهيريا مكثفا، والذي انطلقت فعاليات دورته الأولى في وقت سابق هذا الشهر. ومن المقرر أن يستمر المهرجان في مدينة العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس القادم. ويعد المهرجان الأول من نوعه في مصر، الذي يجمع على أرضه في مدينة العالمين الجديدة ما بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وعروض الأزياء والأداء الحركي والبالي والأنشطة الترفيهية الأخرى. وموعد أخبار الاقتصاد، حيث قالت الحكومة التونسية إن إيرادات السياحة بلغت 1.7 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهذا بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الوزارة زيادة عدد السائحين بالبلاد إلى 8.5 مليون سائح قبل نهاية 2023. وتستحوذ السياحة على نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال مبادرات نقدية. وأضاف أن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة 2% العام الماضي، وقد يسجل نموا يصل إلى 4% العام الجاري. وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، ما دفع التضخم إلى أكثر من 250% بحسب صندوق النقد الدولي. قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي إن 3 بنوك في الاتحاد فشلت في اختبارات التحمل التي تقيس قدرة البنوك على تلبية متطلبات رأس المال الملزمة. وتعد اختبارات الإجهاد المصرفية سمة في أوروبا والولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وجزءا من الإشراف لضمان استمرار قدرة البنوك على دعم الاقتصاد.
تتوقع سيتي جروب تباطؤ الطلب على الغاز في أوروبا مع زيادة المخزونات، مما يقيد ارتفاع الأسعار. وتراجعت العقود المستقبلية المعيارية للغاز بما يصل إلى 5% منذ بداية يوليو الجاري. ولا يزال استهلاك الغاز في أوروبا أقل من المتوسطات التاريخية، حيث أجبرت أزمة الطاقة العام الماضي الشركات والأسر على الحد من استخدام الوقود. سجل الاقتصاد الألماني ركوداً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأفاد مكتب الأحصاء الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً صفرياً خلال الربع الماضي الممتد من أبريل إلى يونيو. وتقلص الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا بنسبة 1% في الربع السابق وبنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي. نما الاقتصاد الفرنسي بنحو 5% في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزا التوقعات. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن التحسن يستند إلى أداء ثابت للصادرات، لا سيما معدات النقل. في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 4% مع تراجع بلغ 2.7% لاستهلاك المواد الغذائية، وهذا للشهر السادس على التوالي، متأثرا بارتفاع معدلات التضخم. أعلنت أكسون موبيل الأمريكية هبوط أرباحها بنسبة 56% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما جاء دون توقعات وول ستريت. وتنضم الشركة إلى نظيراتها في قطاع الطاقة، حيث تضررت الشركات جراء التراجع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض هوامش أرباح الوقود. وهبطت أرباح شركة النفط العالمية الكبرى بواقع النصف تقريبا مقارنة مع مستوياتها في 2022. تباطأ التضخم السنوي بالولايات المتحدة في يونيو الماضي، الأمر الذي قد يعجل بإنهاء الفيدرالي لأقوى دورة تجديد نقدي منذ الثمانينيات. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2% الشهر الماضي وفي 12 شهرا حتى يونيو. ارتفع مؤشر التضخم 3% وسجل المؤشر أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021. قالت مايكروسوفت إن أعمالها قد تتعرض للتعطل إذا لم تتمكن من توفير جميع احتياجاتها من رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز بياناتها. وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن الرقائق تعد مادة خام مهمة لأعمالها الخاصة بالحوسبة السحابية سريعة النمو. ويعكس ذلك الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا الكبرى على المكونات الضرورية لتوفير إمكانات الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة. أعلنت رئيسة بنك بريكس ديلما روسيف أن دول تكتلي تستحوذ على ربع الناتج الإجمالي العالمي. وذكرت روسيف أن بنك تنمية بريكس يدعم الدول النامية في مجال التسويات بالعملات المحلية. وأكدت قدرة البنك على توفير الموارد والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالدول النامية. أنهت أسهم أوروبا آخر جلسات الأسبوع على تراجع بتأثير نتائج متباينة للشركات. وأغلق المؤشر ستوك 600 لأسهم أوروبا منخفضاً 2% متخلياً عن أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام. وكان مؤشر التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداءً خلال الأسبوع.
ورياضيا، تواصلت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، حيث استهل الزمالك المصري مشواره بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما خطف الرجاء المغربي فوزا صعبا من شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف، وتخطى الوحدة الإماراتية عقبة فريق الكويت الكويتي بهدفين لهدف، وتعادل النصر السعودي مع مواطني الشباب بدون أهداف. أعلن نادي أهلي جدة السعودي ضم اللاعب الجزائري رياض محرز قادما من مانشستر سيتي خلال الميركاتو الحالية، ووقع محرز عقدا مع الفريق الملقب بالراقي لمدة 4 مواسم ينتهي في صيف 2027. بعد مشوار طويل من المفاوضات وسلسلة من المحادثات بين جميع الأطراف، أعلن نادي أهلي جدة السعودي رسميا ضم اللاعب الجزائري رياض محرز قادما من مانشستر سيتي خلال الميركاتو الحالي. ونشر أهلي جدة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر بعنوان انتهى الانتظار رياض حقيقة، كاشفا توقيع اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم ينتهي صيف 2027. ورغم عدم إعلان إدارة الراقي أي تفاصيل مادية حول التعاقد، كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عن حصول خزانة السيتي على 30 مليون استرليني. من جانبه ودع بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على تويتر اللاعب الجزائري بعد 5 سنوات قضاها داخل ملعب الاتحاد، متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة. وانضم لاعب محارب الصحراء للسيتيزنز في 2018 قادما من ليستر ليشارك في 236 مباراة مسجلا خلالها 78 هدفا، إضافة إلى 59 تمريرة حاسمة وتتويجه ب11 لقبا آخرها الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد يوفنتوس من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيفة. كانت لجنة المراقبة المالية في الويفا قد فتحت تحقيقا رسميا مع البيان كونيري في ديسمبر 2022 بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي إلى تسوية ضمن 8 أندية عقب الإخفاق في الالتزام بمتطلبات مالية. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها. القادة الأفارقة يؤكدون أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في إنهاء النزاع في أوكرانيا. بلينكن يطمئن رئيس النايجر أنه يمكنه الاعتماد على دعم ثابت للولايات المتحدة. واشنطن تكشف عن حزمة مساعدة عسكرية لتايوان ب 345 مليون دولار. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتكل، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا لكم وإلى ملتقى.